FM. الكلمة ليك. أول نقطة نحب نشير لها هو أنه راهو تونس بلادنا العزيزة عندها سمعة طيبة، وبلادنا عندها تاريخ، وبلادنا مفتوحة على بلدان أخرى، وبلادنا اليوم حال هالشانتي هذا الديمقراطي إن شاء الله معناتها يكبر بخير، وفي نفس الوقت معناتها عندنا تحديات اقتصادية كبيرة ياسر باش نجموا الديمقراطية متاعنا هذه معناتها هالبناء الديمقراطي يكتمل وتولي عنا الديمقراطية بأتم معنى الكلمة. في هذا الإطار نحن كنشطاء في المجتمع المدني، جمعية تونسية الحوكمة، عبدكم الحقير، حبينا في إثراء معناتها الحوار الاقتصادي وإثراء معناتها كل ما يتعلق بتبادل أفكار بمعناتها بلورد والمساهمة في بلورد منوال تنمية جديد لبلادنا، وفتح معناتها لقاءات اللي من شأنها أنها تثري هالحوار الوطني الاقتصادي. اليوم مثلا تونس في حاجة ماسة إلى منوال تنمية جديد، حاجة ماسة إلى توجه، إلى معناتها التصور، في حاجة ماسة أنها تحاول تطور المنظومة الاقتصادية متاعها وتعمل إصلاحات في ظل التطورات العالمية. وفي نفس الوقت نبيل لازمنا نسمعوا ونشوفوا الناس ونشوفوا الهياكل اللي عندها خبرات، خاطر العالم قاعد يتبدل، العالم قاعد يتغير، ما نجموش نحن نتطوروا معناتها برا من العالم، ما نجموش معناتها ناخذوا قرارات اقتصادية ولا توجهات ولا نعملوا دي ريفورم ايكونوميك ونحن معناتها ما في بالناش قاعد صاير في العالم. الكلمة ليك.